السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الدرس. الدرس اللي من خلاله غنشوفوا العمليات على الأعداد الصحيحة والعشرية. في الأول غنهضروا على بعض المصطلحات اللي كنستعملوها في العمليات الأربعة على الأعداد الصحيحة والعشرية، هي الزائد والناقص والقسمة وفي، دونك هي عملية الجمع والطرح والقسمة والجداء. ومن بعد غنشوفو حساب سلسلة من العمليات بدون أقواس. حساب سلسلة من العمليات بدون أقواس هي مجموعة من العمليات اللي غتكون بدون أقواس باستعمال أربع العمليات، باستعمال الجمع والطرح والقسمة والجداء ولكن بدون أقواس. ونشوف الخاصيات ديال كل وحدة على حدة. تسميح العملية الثالثة هي حساب سلسلة من العمليات، ولكن هذه المرة باستعمال الأقواس. وغنشوفو بالأقواس وغنشوفو الفرق بينها وبين العمليات الأولى. في آخر نقطة غنشوفو توزيعية الضرب في عمليات الجمع والطرح. وهنا غادي نشوفو إن شاء الله جوج خاصيات مهمين. إذن هادو هما النقط إن شاء الله اللي غنشوفو مجموعين. يلا سيدنا نبداو بالنقطة الأولى. إذن النقطة الأولى غنهضرو على المصطلحات اللي كنستعملوها من خلال عمليات التالية، عملية الجمع والطرح والضرب والقسمة. وقبل من هذا الشيء نقوم بالتذكير شنو هي الأعداد الصحيحة وشنو هي الأعداد العشرية. إذا الأعداد الصحيحة هي الأعداد، طريقة سهلة، هي الأعداد اللي كتكتب بلا فاصلة. رقم واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، 11 إلى آخره. هي جميع الأعداد، الأعداد الصحيحة هي جميع الأعداد اللي كتكتب بلا فاصلة. إذن واحد عدد صحيح. أما بالنسبة للأعداد العشرية، هي الأعداد اللي كتكتب بالفاصلة، مثلا جوج فاصلة ثلاثة مثلا، خمسة فاصلة سبعة. تسول صاحبك شحال جبتي في النتيجة، كيقول لك جبت 13.35 مثلا، عدد عشري. بالنسبة للمصطلحات اللي كنستعملوها، كنعرفو أن في الرياضيات تعلمنا أربعة العمليات اللي كاينين. كاين عملية الجمع، عملية الطرح، عملية القسمة، وعملية
الضرب. من بعد التذكير غنشوفو النقطة الثانية اللي هي سلسلة من العمليات بدون أقواس، واللي من إذا غنشوفو هنا عندنا ثلاثة ديال القواعد اللي كتحكم العمليات بالأعداد في عملية الجمع والطرح والضرب والقسمة. بالنسبة للقاعدة الأولى، القاعدة الأولى كتقول لحساب التعبير، التعبير في عمليتين الجمع والطرح أو عمليتين القسمة والجداء، سطر على أو، نحسب من اليسار إلى اليمين. بمعنى إذا كانت عندي طلبوا مني نحسب شي عملية فيها، نحسب شي تعبير فيه الجمع والطرح بوحدهم أو فيه القسمة والضرب بوحدهم، كي كندير كنبدا نحسب من اليسار، نحسب من اليسار اليمين وانا جاي عملية بعملية. ناخذ مثال بالنسبة للجمع والطرح، ناخذ واحد المثال أ اللي كتساوي 12 ناقص 5 زائد 7 ناقص 1.5 ناقص 3. كما تلاحظوا معايا هذا التعبير هو A في عمليتين، في عملية الطرح والجمع هما اللي كاينين. دونك القاعدة اش كتقول ليا؟ كتقول ليا إذا كان عندك تعبير فيه الجمع الطرح بوحدهم، حسب من اليسار لليمين، اليمين من اليسار لليمين. دونك غنبدا نحسب بهذه الطريقة، غنحسب هذه العدد 12 ناقص 5 اللي هو 7، ونعاود نكتب التعبير الأعداد اللي بقات، عاوتاني بنفس الطريقة نحسب هذا العدد 7 زائد 7 اللي هو 14 ناقص 1.5 ناقص 3، عاوتاني بنفس الطريقة نحسب هذا 14 ناقص 1.5 اللي هو 12.5 ناقص 3. عاوتاني دونك كتولي عملية بسيطة، 12.5 ناقص 3 كتساوي 9.5. هذا بالنسبة لعمليات فيها الجمع والطرح. ناخد مثال بالنسبة لعمليات فيها القسمة والجداء بوحدهم. ناخد بي كتساوي 11 في 3 قسمة 7 في 3 قسمة 5. إذا بي تساوي 11 في 3 اش كندير؟ دونك نلاحظ أن هذا التعبير بي فيه ناخد هنا 35، كنلاحظ هنا بي فيه الجداء والقسمة، وكنطبق القاعدة لحساب تعبير فيه الجداء والقسمة والجداء، كنحسب من اليسر لليمين. دونك كنحسب هذه 11 3 35 هي 385، ثم تقوم بالعملية سهلة،
كنكتب التعبير، كنكتب الأرقام اللي بقاو ليا، وكنحسب عاوتاني بنفس الطريقة. ها 385 نقسموها على 7 تساوي 55، وكنكتب التعبيرات اللي بقاو ليا. إذا بي تساوي 55 ضربة في 3 هي 165، قسمها على 5، إذا بي تساوي 165 قسمها على 5 هي 33، هي 33. إذا بالنسبة للعمليات، بالنسبة للتعابير اللي فيهم الزائد والناقص بوحدهم، كنبداو من اليسر لليمين، عددين كنحسبو عددين، نكتبو التعبير عاوتاني نحسبوه بنفس الطريقة حتى كيوليو عندنا في التالي غير عددين كنحسبوهم، نفس الشكل بالنسبة للعمليات التعبير اللي فيها الجداء والقسمة بوحدهم. دابا نسولو راسنا، إلا كان عندنا الجداء مع الجمع ولا الفرق مع القسمة، يعني إلا كان عندنا خليط بين العمليات ديال الجمع والطرح والقسمة والجداء، كيفاش غنديرو نحسبوها؟ كيفاش غنحسبوها؟ غنطبقو القاعدة اللي غنشوفو دابا، هي القاعدة جوج. القاعدة جوج كتقول لك سيدي، إذا كان عندك لحساب تعبير، إذا كان عندك تعبير فيه الزائد فيه الناقص فيه القسمة فيه الجداء، إذا عندك شي تعبير فيه هاد العمليات كاملين أو ثلاثة من العمليات أو جوج من العمليات بشرط يكون الزائد والقسمة أو في، يعني خلط ما بين القسمة أو في والزائد والناقص، شنو كنديرو؟ نقوم أولا، أول حاجة كنديرو كنحسبو العمليات اللي فيها الجود، كنحسبوا العمليات اللي فيها الجداء والقسمة هي الأولى، ومن بعد عاد كنحسبوا العمليات اللي فيها الجمع والطرح. دونك شنو قلنا؟ ناخدو مثال باش نفهم، ناخدو الدين، شحال كتساوي دي؟ واحد زيد عليها 3، ضرب داك 3 في 5، نقسم لنا 36، قسم 9 وزيد 12، اش كتقولي القاعدة؟ إذا كان عندك تعبيرات فيها هادشي، دونك فيها القسمة وفي الزائد والزائد والناقص، أو إذا كنت عندي غير الزائد والناقص بوحدها، أو إذا كنت عندي غير القسمة والزائد، كنبدا نحسب القسمة وفي. دونك هذه عندي عملية فيها في، هذه عندي عملية فيها القسمة، دونك كنحسبهم، كنكتب هنا 1 زائد 3 × 5 هي 15، ناقص 36 مقسومة على 9 هي 4 زائد 12. كنلاحظ ان العملية ولا فيها الزائد والناقص، دونك كنطبق القاعدة الاولى، كنحسب من اليسر لليمين، دونك هادي تساوي 16 ناقص 4 زائد 12، دي تساوي 16 ناقص 4 هي 12 زائد 12، اذن دي تساوي 12 زائد 12 تساوي 24.
إذن النقطة الثالثة هو حساب سلسلة من العمليات، سلسلة من العمليات هي الزائد والناقص والضرب والجداء والضرب والقسمة، ولكن هذه المرة بالأقواس، أقواس. هنا كاين قاعدة واحدة، قاعدة ما نعطيهاش رقم حيت كاين قاعدة واحدة. القاعدة اش كتقول؟ ماذا تقول القاعدة؟ تقول القاعدة إذا كان عندك شي تعبير، إذا كان عندك شي تعبير في الأقواس، شي تعبير في الأقواس أو فيه هادو كيتسموا معقوفات، أو تعبير فيه أقواس باش تدينا هكا، أو تعبير فيه معقوفات زائد أو ناقص أقواس، أول حاجة كندير كنحسب ما بداخل الأقواس. أول حاجة نحسب ما بداخل الأقواس، من بعد ما حسبت بعدين الأقواس ما كيبقاش، دونك كيولي التعبير بدون أقواس. ولو ولا التعبير بدون أقواس كنطبق عليه القواعد اللي شفنا من قبل، القاعدة الأولى ديال الجمع طرح وحدهم، القاعدة الثانية ديال القسمة والجداء، والقاعدة الثالثة ديال إذا كانوا عندنا العمليات بأربعة. نشوفوا مثال باش نفهم أكثر. كما قلنا ناخد مثال باش نفهم أكثر وترسخ عندنا القاعدة في دماغنا. ناخد مثال 4 زائد معقوقة قوس 6 ناقص 3 في 2 ناقص 1 زائد 3، وسط القوس اللي فتحت وسط المعقوقة ديال هادي اللي فتحت. دونك اش كتقول القاعدة؟ القاعدة كتقول لي أي حاجة بين الأقواس نحسبها هي الأول. إذا أي حاجة بين الأقواس، دونك عندي هادي، بعد عندي قوس جمع جوج أقواس، دونك نحسب لي الداخل فيه، نحسب هادي ونحسب هادي، نكتب 4 زائد 6 ناقص 3 6 ناقص 3 تساوي 3، ونكتب في ناقص 1 زائد 4 تساوي 1 زائد 3، بطبيعة الحال تساوي 4 من 6. لاحظ أن التعبير مازال فيه أقواس المعقوقة 4 زائد، لاحظوا معايا التعبير للداخل فيه الجداء وفيه الطرح. دونك ملي كيكون التعبير فيه الجداء والطرح كنسبق دائما الجداء، دونك جوج، جوج ثلاثة هي 6 ناقص 4 ستساوي 4 زائد، نحسب داخل القوس 6 ناقص 4 هي 2 ستساوي 6. دونك نحسب هادي كما قلنا، من بعد نحسب هادي، بعد كنحسب هادي. دونك قاعدة كتقول لي أن ما بداخل الأقواس كنحسبه الأول، لو لا عندي تعبير دون أقواس كنطبق القواعد ديال بدون أقواس اللي شفنا، ومن بعد كيولي التعبير بدون أقواس ونحسب حساب عادي. إذن احنا شفنا العمليات بالأقواس
وكما قلت من بعد نخمو بزاف ديال التمارين باش تعودوا على هذا النوع من العمليات. ندوزو دابا للنقطة الرابعة وهي الأخيرة في الدرس. النقطة الرابعة والأخيرة هي توزيعية الضرب، عملية الضرب على الجمع والطرح. أول حاجة بالنسبة لتوزيع الضرب على الجمع، فيها قاعدة أولى شمنتها هي تحويل الضرب إلى جمع، دونك عملية عندي ديال الضرب إلى عملية ديال الجمع. مثلا القاعدة كتقول ليا عندك أ و بي و ك أعداد عشرية، كتقول لي ك إذا ضربتيها في أ زائد بي هاد الخارج كيساوي، كتضرب ك في هادي ومن بعد كتضرب ك في بي وتحتفظ زائد بيناتهم، دونك دير زائد دير ك في أ ك في أ و ك في بي. يمكننا نخليو هاد الكتابة هكا، ولا يمكننا نكتبو كاع ك أ بمعنى أن ك في أ أو ك بي. هاد الكتابتين بجوج صحيحة. إذن لاحظتوا معايا أن هنا بنفس الطريقة القاعدة الثانية هنا تحويل الضرب إلى طرح بنفس الطريقة أ و بي و ك أعداد عشرية، دونك بنفس الطريقة في هاد الحالة غتكون عندنا أ ناقص بي، دونك بنفس الطريقة كنضربو ك في أ كنضربو ك في بي و كنحطو الناقص، الناقص اللي عندنا هنايا كنجيبوه على نديرو ك فوا أ ناقص ك فوا بي، أو يمكن نكتبوها بحال كيما شفنا ك أ ناقص ك بي. إذا كيما شفتو كان عندنا جداء ولا طرح هاد الخاصية. غناخدو أمثلة باش باش نطبقو القاعدة باش نفهمها أكثر. ناخدو أمثلة، مثلا ناخد إف كتساوي 4 في 12 زائد 10. إذا شفناها تمثل القاعدة، قاعدة كتقول لي ك، دونك هنا عندنا زائد زائد بي تساوي ك ضرب أ زائد ك ضرب بي، دونك إلا طبقناها دونك ك في هاد الحالة هي 4، إذا نكتبو 4 ضرب 12 زائد ضرب وهادي في هادي وهادي في هادي زائد 4 ضرب 10، وغنحسبو العملية، دونك 4 في 12، نحسبو هاد العملية، نحسبو هاد العملية، 4 في 12 تساوي 48، 4 في 10 تساوي 40، إذا الخارج
مثال آخر، هذا بالنسبة لتحويل الجمع، تحويل الضرب إلى جمع، بالنسبة للعكس تحويل، بالنسبة تحويل الجداء الضرب إلى فرق، إلى طرح. نقطة 10 في جوج فاصلة ثلاثة ناقص 1.7. دونك تطبيق القاعدة، دونك هنا فعاود تطبيق القاعدة، قاعدة دونك 10 في هذه وهذه، كنجيبو الناقص، كنكتبو الناقص، دونك 10 في 2.3 وثاني 10 في 1.7. نطبقو القاعدة، كنحسبو الجداء الأول، دونك 10 2.3 23 ناقص 10 في 1.7 هي 17، لأن أش تساوي 23 ناقص 16 اللي هي 6. أتمنى يكون هاد المثالين توضح لكم القاعدة ديال توزيعية الضرب على الجمع والطرح. إذا الدرس ديالنا انتهى، نديرو هنا واحد المراجعة بسيطة على اللي شفنا. إذا شفنا كاين العمليات أن الأعداد الصحيحة العشرية، شفنا العمليات ديال الجمع والضرب والطرح والقسمة بدون أقواس، وشفنا نفس العمليات جداء الطرح والقسمة بالأقواس، وشفنا توزيعية الضرب، توزيعية الضرب اللي شفنا فيها جوج حوايج، تحويل الجداء إلى جمع، وتحويل الجداء إلى فرق قسمة. بالنسبة للعمليات بدون أقواس شفنا ثلاثة ديال القواعد. القاعدة الأولى اللي كانت العمليات فيها الزائد والناقص، فيها جوج عمليات الناقص والزائد، كنحسبو كنبداو الحساب من اليسار إلى اليمين، اليسار لليمين، كنبداو نحسبو هاد الضرب، كنبداو نحسبو. اللي كانت العمليات فيها الضرب والقسمة بنفس الطريقة كما القاعدة الأولى، كنحسبو من اليسار لليمين. الحالة الرابعة، الحالة الثالثة، هي العمليات عندنا بأربعة، أو عندنا مزيج ما بين جداء القسمة والطرح والجمع. في هذه الحالة عندنا جوج حوايج كنديرهم، أول حاجة كنحسبو العمليات اللي فيها القسمة والجداء هما الأولين، هذه أول حاجة. من بعد كنحسبو الجمع والطرح، دونك العمليات اللي فيهم الضرب والقسمة والجداء والجدا كنحسبو الجداء والقسمة، وعاد كنحسبو الطرح بنفس الطريقة القاعدة الأولى والثانية اللي شفنا من اليسار إلى اليمين. بالنسبة للتعبير إذا كان فيه أقواس، كاين جوج حوايج، أول حاجة كنحسبو
داكشي اللي داخل الأقوس هو الأول، من بعد ما كنحسبوه كنطبقوا القواعد اللي شفنا. من بعد ما كنحسبوه الأولى، ثاني حاجة كنطبقوا القواعد اللي شفنا بدون أقواس على حسب العملية وشنو فيها، فيها جداء أو طرح أو جمع. نتمنى يكون الدرس فاتكم، خديتو معلومات اللي غتنفعكم إن شاء الله في الدراسة ديالكم. ندوزو الآن الفيديو ديال التمارين اللي غنشوفو فيه جميع الحالات اللي يمكن لها تكون في التمارين بالنسبة لعملية العادات الصحيحة والعشرية. يلا نتلاقاو تما.